نظم المرشح الرئاسي فريد زهران مؤتمرا جماهيريا في أسوان. وخلال المؤتمر أكد أعضاء حملته الانتخابية على ضرورة الاهتمام بتنمية الصعيد وتقديم أفضل الخدمات لأهالي المحافظة، مطالبين المواطنين بمشاركة كثيفة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. اسمه في البرنامج بتاعنا في الانتخابات إعادة توزيع الثروة بشكل عادل. العدالة هنا مش بس عدالة بين الطبقات والفئات الاجتماعية، العدالة بين المناطق. نصيب الصعيد، نصيب المناطق الحدودية، نصيب النوبة، نصيب كل المناطق الحدودية والصعيد من عوائد التنمية أو من موارد البلد دي نصيب محدود جدا. ديمقراطية اجتماعية يعني حضرتك تتسمع، يعني رأيك وصوتك يفرق يعمل تغيير، يعني حضرتك زي ما اتقال في البرنامج بتاع الأستاذ فريد زهران انت اللي تنتخب رئيس المجلس المحلي. عندنا مجموعة كبيرة من القرى اللي قايمة على صناعات موسمية وتجارة موسمية وشغل في السياحة، النهاردة أكل عيشهم رايح جاي، محدش يوم عايش في أمان.